ما يحلى رمضان غير بلمة والعائلة حوالينك. خلونا نحاول نربط رمضان كأمهات وآباء بذكريات وعادات حلوة مع أطفالنا على قد ما نقدر، وبأبسط الأشياء اللي يناسبنا ويناسبهم. ممكن يكون تعليم عبادة جديدة أو نشاط زينة خفيفة أو مشاركتهم تجهيز أطباقهم المفضلة في رمضان. وهذا أكثر شيء يفرح حمدان ومنصور إنهم يشاركونا أنا وبحمدان في تجهيز الفطور قبل المغرب. لهالسبب أحب مكعبات الدجاج من القريش جاهزة ومقطعة مسبقاً، يوفر لنا الوقت لتجهيز الفطور، يعني وقت أقل في تجهيز الفطور ووقت أكثر نقضيه مع العائلة واللي نحبهم. بالنسبة لي يعتبر شهر رمضان مميز عن باقي الأشهر، خصوصاً لما نتجمع كعائلة وقت الفطور، لأنه يعزز بيننا روح المحبة والتآلف وتواصل العائلة حتى لو فرقتنا مشاغل الحياة. مبارك عليكم شهر رمضان الفضيل مني ومن عائلتي والعريش.